اندلعت صدامات عنيفة بين رجال الشرطة ومتظاهرين في العديد من المدن المصرية. الاشتباكات وقعت بعد أن تجمع الآلاف لإحياء الذكرى الخامسة لانطلاق حركة السادس من أبريل المعارضة. في القاهرة ألقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام دار القضاء العالي. من جهة أخرى قتل 5 أشخاص بينهم 4 مسيحيين في اشتباكات طائفية واسعة بالأسلحة النارية في مدينة الخصوص الواقعة شمال القاهرة. عدد من المسلمين الغاضبين حاولوا اقتحام إحدى الكنائس إلا أن الانتشار الأمني حال دون ذلك. عايزين نوصل للمسؤولين إن إحنا كلنا مسيح ومسلم إيد واحدة وراجل واحد. واخد بال حضرتك؟ فتنة طائفية حصلت، ما توسعش الموضوع بالطريقة دي، احنا تعبنا. النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة. موفد قناة يورو نيوز يقول: رغم سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، إلا أن مسلمي ومسيحيي الخصوص يصرون على أن الحادثة ينحصر بين عائلتين، وهو بعيد عن الفتنة الطائفية التي من شأنها زيادة الاحتقان عند المصريين الذين هم في أمس الحاجة إلى علاج جراحهم وتحقيق الوحدة. حمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، الخصوص.